السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأعمالكم. مكثت كازاخستان زمن الاتحاد السوفيتي 40 سنة مقر للتجارب النووية، وأصيب بسبب هذه التجارب أكثر من 1 مليون إنسان. وبعد الاستقلال تخلت كازاخستان عن سلاحها النووي الذي يعد رابع ترسانه نووية بالعالم، فهي أول بلد قام بنزع سلاحه النووي. بش قنر، جميل المكان، بساط أخضر، هناك فيه خيول تشوفون، وهذا المنطاد، المنطاد بالحجز تقريبا، لكنه قريب، من نفس اليوم ولا ثاني يوم، والشخص 130 ريال، لكن تجربة جميلة على البساط الأخضر. وصلنا القمة، ومن هنا الانطلاق، وهذه مدينة ألماتي. زيارتنا اليوم كانت الهوم كلب، منتجع سياحي مناسب للأسرة والطفل. احنا زرناه فصل الشتاء في النهاية، فأكثر الألعاب كانت مغلقة، لكن في الربيع راح يكون فيه زحام شديد. فيه حديقة حيوان صغيرة، فيه أكواخ وجلسات ومكان للمبيت، فيه ألعاب الأطفال وألعاب الكبار، ألعاب مائية، سيارات وقوارب في البحيرة. في بحيرة جميلة للجلسات، كذلك من الفعاليات الموجودة صيد السمك، بإمكانك تصيد السمك، وفي مطابخ تطبخ السمك بعد الصيد. المكان جميل، يستحق الزيارة، ورخيص، رسوم الدخول تقريبا 3 ريال، وفيه مصلى. سمى هذا المكان وادي الغزلان، في سور كبير وداخل غزلان تلاحظون واضحة هنا، بالقرب منها في مصحة الاستحمام بدم الغزال، يضعون دم غزال في حوض سباحة تستحم فيه مدة ربع ساعة، يذكرون أنه مفيد للمفاصل وللبشرة. بالقرب من هذا المكان أيضا يبيعون لحم الغزال وقرون الغزال. If you will come to him, I'm not sure, okay? No, no.
fucking manager. Manager, please. You can touch if you like. Do you see this bone? Yes. It's Buduna. Ready? Camera run. Action. Yeah, your eyes become bigger. Do you know his name? كان بالبداية في عرض صقور، لكن وصلنا متأخرين فاتنا العرض. يقول الكازاخ: نحن أول من روض الخيل، وللخيل عندهم قدر كبير، فمن العيب ألا يعرف الكازاخ ركوب الخيل. يقولون: إذا رأيت الرجل رجليه مقوسة فاعلم أنه كازاخي وقد قوست من ركوب الخيل. فهم يركبون الخيل ويشربون حليبها ويأكلون من لحومها ويقدمونه في المناسبات، وفي الشتاء يكثرون من أكل لحوم الخيل، يدعون أنها تعينهم على تحمل شدة البرد، وفي الصيف يكثرون من شرب حليب الخيل لوجود المراعي بكثرة، يدعون أنه يطهر المعدة والبدن ويجلب الصحة. وتحلب الفرس كل ساعتين بمعدل 4 مرات باليوم، كل مرة نصف لتر، وسعر اللتر قرابة 10 ريالات. إذا شربت الحليب بعد الحلب مباشرة يكون طعمه حالي كأن فيه سكر، ويزعمون أنه شفاء لأمراض الصدر. ثم بعد ذلك يكون حامض، يمكث الحليب قرابة 3 أيام، وإذا أرادوا تخزينه يجمدونه. هداني أبو عبد العزيز هذا لبن خيل مع عسل، وهذا نوع ثاني أيضا لبن خيل مع عسل. بجرب النوع هذا اليوم، شوفه اليوم عشان الحمد خيل. هذا الحمد خيل لباني، طعمي أول مرة ذوقها، ذقتها قبل كذا في قرقيزيا وفي منغوليا. نزبطها كبسة وقدر عاد هذا حق السواق، إن شاء الله يضبط. اليوم معنا أبو منصور، حياك الله حبيبي. الله يرضى عليك سلطان، كيف حالك؟ طيب حبيك. الله يعافيك. أنت كازاخستاني ولا سعودي؟ والله نص كازاخستاني نص سعودي إن شاء الله. الله يعافيك. مواليد سعودية؟ مواليد سعودية أبو. الله يعافيك. كم عشت سنة في السعودية؟ والله 25 سنة في السعودية. عسيري؟ عسيري. لا جداوي. جداوي جدة جازي، لكن سبحان الله الولادة فابها منطقة جبلية ورجعنا الجبل الماتي مرة ثانية. إيش الفرق بين السعودية وكازاخستان؟ والله الفرق يمكن شوية في الطبيعة وبس، في والجو بين جدة وكازاخستان. والجو يمكن الرطوبة. سعدت برؤيتكم. والله احنا سعد. الله يعافيك.